نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أولى فقط برنامجنا الحوارية لهذا اليوم من نهار جديد. زي ما حضراتكم عارفين اهتمام كبير جدا بتوليه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لكل الزراعات بأنواعها المختلفة، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ما كثير من المشروعات الزراعية التي تم ضخها مؤخرا بحيث ان احنا نرتقي بقطاع الزراعة، هذا القطاع العريق، وفي نفس الوقت نتوسع في زراعة النباتات اللي هي ما كانش فيه عندها يعني إقبال كبير جدا من قبل إخواننا المزارعين. ولكن تبنت وزارة الزراعة والجهات المختصة المعنية الكثير من الحملات، سواء الحملات الترويجية أو أيضا الحملات الإعلامية عن طريق برنامجنا هنا في قناة مصر الزراعية، بحيث نقدر يعني نسلط الضوء بشكل أكبر على أهمية زراعة مثل هذه النباتات ودورها، وأيضا ما يستخلص منها من زيوت وغيرها. عشان كده النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن نبات في غاية الأهمية، وهو نبات الجوجوبا، خاصة إن هذا النبات بنستخلص منه الزيوت اللي بنستخدمها في عدد من المجالات الطبية والبتروكيماويات وغيرها من هذه الأمور. هنتعرف على كل هذه التفاصيل والدور اللي لعبته الدولة مؤخرا وأيضا الجهات المعنية بحيث ان احنا نقدر نتوسع في زراعة نبات الجوجوبا. عشان كده مشرفني في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور وليد أبو بطة، أستاذ بمعهد البساتين. برحب بك يا فندم، تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب ورب دايما بألف خير يا فندم. إن شاء الله. دكتور وليد، في البداية كده عرفنا بنبات الجوجوبا وإيه هذا النبات تفصيلا. نبات الجوجوبا هو نبات صحراوي الموطن الاصلي في ولايه اريزونا في الولايات المتحده الامريكيه وشمال المكسيك. تمام. هو نبات صحراوي بيتحمل الجفاف والعطش بدرجات كبيره، بيتحمل الملوحه بدرجات عاليه. هو نبات اشبه ما يكون بنبات الزيتون. الساده المشاهدين اللي ما يعرفوش الجوجوبا، نبات الجوجوبا قريب جدا من نبات الزيتون. تمام. بس الفرق ان شجره الجوجوبا يعني صغيره مقارنه بشجره الزيتون. شجره الزيتون ممكن توصل لارتفاعات كبيره، شجره الجوجوبا مثلا بعد 10 سنين ممكن تبقى 3 متر. تمام. الاوراق نفس ورقه الزيتون، نفس الشكل، رمحيه صغيره عليها سميكه، الورقه سميكه طبعا لانها في الصحراء، بتنمو في الصحراء فسميكه، عليها طبقه كوتيكلي بتحميها من الاشعه بتاعت الشمس عشان تقل النتح علشان تقدر تتحمل الحراره العاليه. الجوجوبا بتقدر تتحمل لحد 6000 جزء في مليون ملوحه، فبالتالي هي من النباتات المثاليه للاراضي اللي متاثره بالملوحه او اللي فيها الملوحه عاليه واحنا مش عارفين نزرعها بايه وكمحصول اقتصادي. فبالتالي الجوجوبا تقدر تمشي معايا في النوعيه دي من الاراضي. احنا زرعناها في اراضي الملوحه، ملوحه المايه بتاعتها وصلت كانت 5200 جزء في المليون، وملوحه التربه كانت 2000 جزء في المليون، يعني بنتكلم في اكتر من 7000 جزء في المليون توتال ملوحه، والجوجوبا بتمشي كويس باداره كويسه للمزرعه. لان في بعض الناس للاسف بيكلمونا سواء بيكون المعهد او في على وسائل التواصل الاجتماعي بيقول انا عندي بس الجوجوبا بتاعتي بتموت والملوحه عندها 4000 والملوحه عندها، لا ما ينفعش ان الجوجوبا مش هتموت من 3000 ولا من 4000. تمام. حتى يعني يمكن في الامارات زراعه الجوجوبا على 10000 جزء في المليون، بس هم زرعينها هناك كسياج مش كنبات اقتصادي ياخدوا منه محصول. احنا بنقول الجوجوبا معانا تتحمل لحد 6000 جزء في المليون بدون ما يتاثر المحصول الاقتصادي بتاعها، لان الجوجوبا بتندنر لنا بذور غنيه بالزيت زي ما حضرتك قلت. الزيت ده زيت مهم جدا وزيته قيمته عاليه اقتصاديا، بيستخرج منه مستحضرات طبيه، بيستخدم منه مستحضرات تجميل، بيستخدم منه بيطلع منه حاجات كتيره، واقل استعمال لزيت الجوجوبا بيبقى هو الوقود الحيوي. تمام. تمام. اخبار زراعتها عندنا في مصر او المساحه المزرعه من نبات الجوجوبا تحديدا يا فندم؟ والله هو رسميا الحصر بتاع نبات الجوجوبا مش كامل لحد دلوقتي، لان طبعا معظمها اجتهادات فرديه، مع ان الدوله لا برضو الدوله عملت جزء حاجه كويسه جدا عشان تشجع الناس على زراعه الجوجوبا، دخلتها في التركيب المحصولي لاراضي المليون ونص، لمشروع المليون ونص فدان. في مناطق معينه حضرتك لما بتروح تقدم بيقول لك التركيب المحصولي بتاع المنطقه، مثلا زي منطقه المغرى، نخيل ورمان وزيتون وجوجوبا. تمام. فبالتالي بدات الناس تعرف يعني ايه في جوجوبا. الجوجوبا كويسه جدا اقتصاديا. الطن بتاعها كان السنه اللي فاتت، طن البذره مش طن الزيت، طن البذره السنه اللي فاتت كان في السوق ب 80000 جنيه. ما شاء الله. ووصل ده في اول الموسم. الطن ده محتاج مساحه قد ايه يا فندم؟ الطن ده احنا عندنا الجوجوبا بتزرع بطريقتين قبل ما اقول لحضرتك بينتج من المساحه دي. اتفضل. لا اما بالبذره مباشره في التربه، لا اما بالشتلات. هو الافضل الشتلات. تمام. او لو انا مش ما عنديش القدره ان انا اجيب شتلات، هجيب بذره واعملها شتلات، ودي احنا عملناها هنا في الوزاره في قطاع الزراعه المحميه. تمام. جبنا بذره وعملناها في المشتل في موقع الدق هنا جنب القناه. النتيجه كان اخبارها ايه بقى؟ الحمد لله كويسه جدا، ومزروعه في نويبع دلوقتي بقى لها سنتين. بسم الله ما شاء الله في موقع الزراعه المحميه الموجود في نويبع، واثمرت الحمد لله من السنه اللي فاتت. فتره نموها قد ايه عشان احصل على البذره دي او الثمره بتاعتها؟ ثالث سنه بتديني محصول اقتصادي. هي دي سنه.
ثالث سنه. ثالث سنه هي ثاني سنه بتبشر زي ما بشرت عندنا في نويبع السنه اللي فاتت الحمد لله. مسؤولين على القطاع كلموني وبعتوا لي الصور اتفاجئوا ان هي ظهرت وفيها اسمار. تمام. الفدان في يعني طبعا الشجره صغيره احنا نقول زرعين شتله او بذره فصغيره. الفدان بيوصل العمر الاقتصادي بتاعه 8 سنين. تمام. من 8 سنين الفدان بيدينا طن تقريبا. من 8 سنين؟ اه يعني من عمر 8 سنين الفدان يدينا طن. قبل كده وهو 3 سنين لما بيديه اول انتاجيه 3 سنين يديني من 300 ل 400 كيلو. 300 ل 400 كيلو. فانا لو زرع 10 فدادين يعني بعد 3 سنين هيبقى عندي من 3 ل 4 طن. ما شاء الله. 3 ل 4 طن لو حضرتك بصيت لا في نقطه ثانيه بقى مش الكلام اللي قلت لي بيصل 80000 جنيه لا في نقطه ثانيه اكتر من كده ان هي انا مصاريفي كام؟ ما انا ممكن اطلع طن ب 80000 جنيه بس اصرف عليه 70000 جنيه لكن دي انا الطن ب 80000 جنيه صرفت عليه قد ايه؟ مش هصرف عليه في من 15 ل 20000 جنيه كتوتال بعماله بالري انا حاسبين اقتصاديات المشروع كله بايجار الفدان احنا لما نيجي نعمل دراسه جدوى بنحسب ايجار الفدان الايجار السنوي للفدان قد ايه فده كله هيتكلف عليا في جوه من 15 ل 20000 جنيه يعني الطن ابو 80000 جنيه ده انا كسبان منه تقريبا 60000 جنيه. طيب في جزئيه مهمه جدا برضو لان حضرتك كما تعلم يا دكتور وليد ان الفلاح والمزارع المصري ذكي جدا وان هو لما بيزرع نبات حتى لاول مره لازم يكون عن تجربه او شافه قدامه على ارض الواقع. تمام. فعشان كده هسال حضرتك هل ممكن نحمل الجوجوبا على نبات اخر او يحمل على الجوجوبا نبات اخر؟ ما هو شيء طبيعي يا فندم يعني بس عشان لسه يعني لسه اول حاجه شيء طبيعي انا لما بزرع الجوجوبا انا بزرعها مثلا على 2 في 3.5 مسافات زرع. تمام. او 3 في 4 اقصى حاجه. حلو. المسافه دي انا ما بسيبهاش فاضي انا بقول هاخد اول محصول بعد 3 سنين. جميل. انا مش هزرع انا كراجل مزارع مش هزرع 10 فدادين واسيبهم فاضيين اقعد 3 سنين. صحيح. فاحنا بنحمل عليهم اي محاصيل كتيره جدا ممكن ذره ممكن فاصوليا ممكن فلصويا ممكن اي محاصيل انا عايزها بس ما تتعرضش مع جوجوبا. بمعنى ايه؟ جوجوبا من مميزات الجوجوبا ان احتياجاتها المائيه قليله جدا. تمام. فدي عشان كده بقول دخلت في مشروع المليون ونص فدان بحيث ان هي احتياجاتها المائيه محدده ومعروفه ما اسحبش كتير عشان اروي الزرع بتاعي مش زي القدر مثلا بس. فبالتالي انا بستعمل في الجوجوبا 3000 متر مكعب في السنه بس للفدان. فبالتالي انا ازرع نبات يتحمل هذه الكميه او ازود له كميه بسيطه لكن الجوجوبا اكبر مشكله بتواجه الجوجوبا مش الملوحه مش العطش مش الجفاف الغمر. لو الجذور غرقت لو الجذور غرقت باظت الجوجوبا. بس اعتقد بما انها يعني بيعبس زراعتها في الاراضي الصحراويه فبالتالي بالتنقيط او بالرش. ما لازم بالتنقيط. لا بالتنقيط بالرش مش هينفع بالتنقيط. تمام. فبالتالي انا يعني انا بزرعها احمل معاها فلصويا احمل معاها ذره احمل معاها فاصوليا اقدر احمل معاها حاجات كتير. في ناس بتزرع النخل بتزرع المزرعه اساسا النخل بانواعه بقى سواء نخل جديد او يعني نخل قصير او نخل طويل وبزرع ما بين النخل الجوجوبا. يعني فالجوجوبا ما فيش تعارض مع يعني انا مش ان انا معانا زرعت الجوجوبا ان انا الارض هتفضل فاضيه للجوجوبا. لا انا بزرع يا اما محاصيل مؤقته زي ما قلنا فاصوليا ذره فلصويا دوار شمس كلام من ده لا اما ازرع محاصيل مستديمه زي النخل او ممكن ازرع نخل من ان انا بزرع في الصحراء وجفاف وكلام من ده ممكن ازرع نخل اعمل مزرعه نخل بنزرع النخل على 10 في 10 وبينه بنزرع جوجوبا ودي ناس كتير عاملاها. جميل جدا. يعني احنا بنشجع الناس على كده. طيب نصايح للناس اللي حابه تبدا زراعه الجوجوبا يعني ابدا الزراعه ينصح من على كم المساحه بتاعتي من على قد ايه التجهيزات بتاعتي ابدا ببذور ولا بزراعه شتلات ازاي احصل عليها برضو في نفس الوقت عمليه الرعايه طوال الفتره لحد ما احصل على محصول يعني انصحنا بيها. هي اول حاجه انا بعمل تحليل التربه وبحمل تحليل ميه. تمام. اشوف مش عشان الملوحه بس احنا بنقول مشكله لا انا اشوف العناصر اللي عندي موجوده في التربه قد ايه علشان انا وانا بعمل برنامج التسميد بتاعي ابقى انا حاسب حساب ان في عناصر في التربه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه مسافات الزراعه يفضل 2.5 في 3 2.5 في 3 يعني الفدان هيبقى فيه في 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 حوالي من 550 ل 600 عود 600 نبات. الجوجوبا فيها اشجار مؤنثه واشجار مذكره. الاشجار المذكره لا تتعدى 10% من الاشجار المؤنثه من التوتال المزرعه يعني. يعني انا مثلا عندي هزرع 10 فدادين هيبقى عندي 6000 نبات يبقى انا هزرع منهم 600 مثلا ذكور من 600 ل 700 ذكور ما زودش عن كده لان الشتلات بقى يا دكتور عشان ابقى عارف ولا ما لا عاده الذكور بنزرعها بذره يعني بقى معروفه البذره دي ذكور البذره أو دي لا مش معروفه بس البذره عاده لما بنزرع البذره نمو الذكور اسرع بكتير من نمو الاناث. تمام.
فانا يعني احنا اللي احنا بنعمله ايه؟ بنجيب شتلات مؤنثه من مصادر موثوق منها، وفي شركات كتيره موجوده، وفي عندنا شتلات في المعهد، وفي شركات موجوده في السوق الحمد لله، وبنصدر شركات مصريه بتصدر شتلات جوجوبا. كويس جدا. فبالتالي احنا نجيب شتله كويسه للاناث، ونجيب كميه بذور. مثلا الفدان مش هياخد مني اكتر من كيلو بذره لو انا بالنسبه للاشجار المذكره، لان انا عايز انتج اشجار مذكره، فبالتالي ايه انا كيلو بذره هيكفيني ازرعه. واهم حاجه في الموضوع ايه؟ عشان هي الجوبه بتتلقح بالرياح، فبالتالي لازم اعمل حساب التوزيع الهواء، لان انا هوزع الذكور بتاعتي في المزرعه ازاي. لان للاسف انا في مزارع بروحها بيجون استشارات وكده في المعهد، وبنروح نبص عليه وبنبص نلاقي مثلا بيقول له ازرع لي مثلا 2-1، يعني 2 مؤنث لواحد مذكر. تمام. طب انا كده تلت المزرعه ضاع مني، لان المذكر مش هيديني ايه؟ مش هيديني محصول. ايوه. طب انا لما ازرع، لو انا زرع 10 فدادين بقى عندي 3 فدادين مذكر اشجار مذكره، مش هاخد منهم محصول. أيوه. لا، ما ينفعش يا جماعه. يعني الاشجار المذكره او النباتات المذكره لا تتعدى 15% اقصى تقدير. احنا بنقول من 10%، بس في ناس تقول لك لا، اصل انا هعمل سياج في الحد البحري هزرعه كله اشجار مذكره، والحد الغربي هزرعه كله اشجار مذكره. ماشي، بس لا تتعدى النسبه 15%. اكتر من 15% انت بتخسر مزرعتك. تمام. دي انشاء المزرعه. الجوبة احتياجاتها السماديه بسيطه جدا. يعني انا انا هجهز الجور بتاعتي، سواء عاده كله بيعمل جور في الجوبه، محدش بيعمل نفق، لان الجوبه مش محتاجه نفق، لان الجوبه جذورها بتتعمق راسيا. تمام. مش افقي. الجوبه بالمناسبه احنا قلنا هي بتحمل عطش، جذور الجوبه ممكن توصل 10 اضعاف ارتفاع المجموع الخضري. يعني لو انا عندي الشجره 3 متر ممكن الاقي الجذور بتاعتي نازله 30 متر. واو، ما شاء الله. ما هي احنا بقول لحضرتك ده بقى اقتلاعها صعب دي بقى دكتور بعد 8 سنين. لا عشان دي خلاص، ما هي صحراء السونارا اللي هي موطنها في امريكا دي اسمها وادي الموت. ليه؟ لان درجه الحراره فيها بتتعدى ال 50. واو. مسمينها وادي الموت، يعني ديس فالي في السونارا، في منطقه اللي هي صحراء السونارا، اللي ده الموطن الاصلي بتاع ايه؟ بتاع الجوبه. فهي يعني هي ربنا مديها القدره ان هي تتعمق، سبحان الله، علشان تجيب اي نقطه ميه هتلاقيها، عشان تعرف تعيش. عشان تعرف تعيش. تمام. فاحنا بنعمل الجوره بتاعتنا، هنحط مثلا فيها كومبوست، نص مقطف كومبوست، هنحط فيها نص كيلو سوبر فوسفات، هنحط نص كيلو نترات نشادر، كفايه قوي كده. هقلبهم مع التراب بتاع الجوره، وايه واحطهم في ارجع في الجوره تاني وارويهم، بمعنى مصطلح معلش عفوا الاخوه المزارعين عارفينه، ان انا اخمر الخلطه بتاعتي، ان انا اشغل الميه عليها 3 ايام ورا بعض، علشان ايه؟ تبدا الايه الكومبوست يتفاعل وكده، والحراره اللي هتطلع من تفاعل الكومبوست مع الاسمده ما تاثرش على الجذر. بعد كده بزرع وبروي. بعد الزراعه، مواعيد الزراعه امتى يا دكتور؟ مواعيد الزراعه بتاعت الجوجوبه طول السنه ما عدا 4 شهور. ايوه، اللي هم من 7 و8 وديسمبر ويناير. يعني انت شهرين في الصيف وشهرين في الشتاء. يعني اللي هي ذروه الحراره يوليو اغسطس وديسمبر ويناير. يعني 7 و8 و12 و1، دول ما زرعش فيهم جوبه. لا، ما زرعش فيهم جوبه. ده ايام السنه ازرع براحتي نباتات. ازرع. احنا بنزرع شتلات، احنا اتفقنا احنا بنزرع شتلات. لو هزرع بذره، البذره يا جماعه اللي احنا عملناها هنا في قطاع الزراعه المحميه، احنا جبنا البذره نقعناها في الميه 48 ساعه، البذره ناشفه. انا قلت 48 ساعه، لا، البذره ناشفه جدا. تمام. فبالتالي انا بننقعها في المايه 48 ساعه، وبعد كده بنكمرها في خيش مبلول. ده كله بيساعد، لما بتكلم علشان الناس اللي هتزرع بالبذره ومش هتقدر تشتري شتله، فهكمرها برده 48 ساعه و72 ساعه، وبعد كده بزرعها في اكياس. بعمل جزء صغير كده كمشتل، بزرع فيه الايه البذره اللي انا كمرها نقعتها وكمرتها. ده بيزود لي نسبه الانبات، فبالتالي بقلل كميه البذره اللي انا بستخدمها. جهزت الشتله زي ما احنا عملنا هنا في القطاع. الحمد لله كانت الشتلات رايحه نويبع، اقل حاجه فيها كان حوالي نص متر بعد 7 شهور. بسم الله ما شاء الله. ارتفاع كان موجوده كان موجوده هنا الفتره القريبه، بس احنا ودي البشاير بعد سنه بتقول يعني تاني سنه بشرت. الحمد لله السنه اللي فاتت بشرت، وكلموني الناس وصوروها لي وبعتوها لي. ما شاء الله. الحمد لله. وده شغلنا، ده شغل الوزاره اللي هي حضرتك كنت بتقول عايز الوزاره المزرعه الذكي. انا عارف حضرتك عايز تقول عايز يشوف. صحيح. هي دي موجوده والله، احنا عاملينها وهناك الموقع ظروفه طبعا عشان قله المايه وكلام من ده والملوحه العاليه اللي هناك. تمام. فالحمد لله الجوبه ماشيه هناك كويس. حلو. طيب قبل ما اختم مع حضرتك دكتور، قول لي الاهميه الاقتصاديه، وفي نفس الوقت ازاي نقدر نتوسع في زراعه نبات الجوجوبا، خاصه ان حضرتك قلت يعني عليه اقبال كده تحديدا بره. يعني بشكل هو الاهميه الاقتصاديه زي ما قلت لحضرتك، انا عندي ارض ملوحتها عاليه مش عارف ازرعها حاجه ثانيه، مش هجيب معايا اقتصاديا.
فانا لما ازرعها جوجوبه هتجيب معاك اقتصاديا كويس قوي، يبقى انا رفعت قيمه الارض، انا استغلتها وعملت لها قيمه، بدل ما ارض مهمله او ارض مهمشه لانها الملوحه بتاعتها، انا اصبحت دلوقتي عندي ارض منتجه وبكسبني ايه كويس. الفدان قلنا ثالث سنه هيديني من 300 ل 400 كيلو، انا قلت 300 كيلو، احنا بنقول ال 300 كيلو دولت يعني بنتكلم في حوالي 30000 جنيه تقريبا، من 25 ل 30000 جنيه قيمتهم. فانا لو زرع 10 فدادين جابوا لي دي الاهميه الاقتصاديه، لغايه ما تبدا طبعا الشجره الفدان هيبدا يزيد انتاجه لغايه 8 سنين 10 سنين هيبقى في طن تقريبا، وممكن نطلع فوق الطن كمان. طب سؤال برضه يا دكتور، ممكن تكون فكره جميله، هل ممكن نستغل زراعه نبادل الجوجوبا في المدن الجديده اللي احنا بنعمرها، بحيث انها تزرع مثلا في الصينيه اللي بتبقى موجوده مزروعه بطول الطريق، بحيث ان يعني نعزز وجود هذا الفكر بشكل فاهم فكره حضرتك. هي مزروعه في 6 اكتوبر في الحزام الاخضر، حلو قوي، مزروعه من 10 سنين واكتر. لا انا بتكلم ان احنا عندنا العالمين عندنا مدن كتيره جدا طبعاً. فيها يعني اراضي صحراويه ممكن تكون بيئه خصبه لزراعه نبات الجوجوبا. فيها ميزه كمان، الجوجوبا ممكن تزرع على بيئه الصرف المعالج. حلوه. ليه؟ لان احنا يعني مزروعه في الحزام الاخضر، كل الحزام الاخضر معروف في اكتوبر بيرو بمية الصرف المعالج. فانا دلوقتي انا عندي مدن جديده زي ما حضرتك بتقول العالمين الجديده، اي مدينه جديده بتتزرع الصحراء، فانا عايز احمي الصحراء، احمي الاستثمار العقاري بتاعي اللي انا عملته من ايه، من الرمال والكلام من فانا ممكن ازرع سور جوجوبا كمصدات، يعني كمصدات ازرعها سور، مش هنزرعها على 2.5 3 هنزرعها على متر في متر كمصد، وهتبقى سور اقتصاد سور كويس ليا وامن. والجوجوبا فيها ميزه قله اصابتها بالحشرات والامراض. ممكن بعد 8 سنين استفاد بالاخشاب بتاعتها، ممكن لا هتستفاد بالمحصول لا انا بتكلم يعني الساق بتاع الشجره نفسه ممكن نستغله في حاجه ثانيه، ممكن تستغله بس يعني انا 8 سنين، لا انا 8 سنين عندي محصول اقتصادي حتى لو زرعها متر في متر يعني كمل معايا. طب في فتره ممكن تعيش اكتر من 8 سنين؟ الجوجوبا بتعيش 100 سنه. تمام، ده اللي انا انا يعني الجوجوبا بتعيش 100 سنه مثلا. حد ممكن يقول لك ده نهايه 8 سنين؟ لا 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 لا، ده 8 سنين بدايه الاستثمار الاقتصادي اللي هو اديني مثلا 80000 جنيه في الفدان، اديني طن واحد طن. يعني ده المحصول ده حضرتك معلش، احنا اي نبات بنقول العمر الاقتصادي بتاعه اللي هو بدايه المكسب الحقيقي بتاعه. ايوه تمام. نتمنى رب التوفيق وان شاء الله باذن الرحمن يعني الايام اللي جايه نجد يعني توسع في زراعه الجوجوبا، واعتقد فكره مهمه جدا ان احنا نتوسع في زراعه او تحديدا في المدن الجديده في الطرق وكمصدات بشكل كبير جدا للرياح، خاصه ان نبات الجوجوبا بيعيش لسنوات كتيره جدا، كمان العائد الاقتصادي بتاعه عالي. دكتور وليد بيقول مشكورا ان بعد 8 سنين ممكن احصل على الفدان يديني طن، والطن ب 80000 جنيه، فاعتقد ده مبلغ ده سعر الايام بعد 8 سنين ممكن يكون اكتر من كده ان شاء الله. اغلى طبعا، لكن اتمنى الحق ما يغلاش يعني باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا الاستاذ الدكتور وليد ابو بطه، استاذ معهد البساتين، شرفتنا يا فندم. تحياتي لحضرتك. شكرا خالص، تحياتي لدور حضراتكم في معهد البساتين على نشر الوعي بنبات الجوجوبا. شكرا ليك. شكرا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام فقره حواريه اخرى بعد هذا الفاصل مع زميلتي مها سميح، انتظروها.